هذا المشروع يعود إلى مؤتمر الخرطوم للاتحاد الإفريقي 2006، وكان هناك طبعا اقتراح من الجزائر أن ينشأ متحف كبير، متحف الجزائر ليجمع الفنون الإفريقية، ولكن تقرر إفريقيا أن يكون متحف إفريقيا الكبير، لأن إفريقيا بحاجة إلى متحف كبير يجمع الفنون، يجمع الثقافات، الموروث الثقافي، الموروث الشعبي، القطع الفنية. وهذا المكان الجميل الذي نتواجد به بحي حسين دايبي العاصمة للجزائر، هذه الفيلا تعود إلى الحقبة العثمانية، وهي فيلا رممت لتحتضن مؤقتا هذا المتحف. الآن بحاجة لاسترجاع بعض ما نهب وبعض ما سرق من القطع الفنية، من القطع الثقافية أثناء حقبة الاستعمار البرتغالي والإسباني والفرنسي والبريطاني والألماني. أشياء كثيرة، أشياء جميلة، هي ملك للشعوب الإفريقية، موجودة في متاحف أوروبا وموجودة في متاحف أمريكا. بالتالي حان الوقت أن تعود هذه القطع الفنية إلى متحف الجزائر الإفريقي أو إلى المتاحف الأخرى. بعض الدول بدأت بذلك. الإفريقية ليست فنون بدائية وفنون أولى كما يقال يعني عند المؤرخين وبعض المتابعين للتاريخ الثقافي الأوروبيين، الذين يعتقدون أن الإفريقية كانت مجرد فنون بدائية، رغم أنها الأصل هو إفريقيا سواء في اللغة أو في الثقافة. وهذا ربما سيحفظ الأجيال المقبلة هذه الذاكرة الجميلة. والجزائر بحكمها أنها أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، دولة دائما دفعت على الخيارات الإفريقية عن الحلول الإفريقية لمشاكلها السياسية والاقتصادية والأمنية، فهذه فرصة بالنسبة للأجيال القادمة أن تجد ما يذكر بهذا التاريخ الكبير، تاريخ إفريقيا الكبير، بفخر كبير ودون أي احتشام، دون أن يحمر الوجه، خلافا لما تريد أن تسوقه بعض الروايات الغربية حول إفريقيا وحول تاريخها.